السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عادل امام بيوجه رسالة لإلهام شاهين بعد طبعا مطالبتها من كل الفنانات انهم يتباسوا ويتحضنوا في الافلام، وخصوصا بعد اعتراف منة عرفة اللي قالت انا ولا بتباس ولا بتحضن وبعتذر عن هذه الالفاظ، ولكن هي قالت اللفظ ده بلسانها سواء منة عرفة او إلهام شاهين مع لميس الحديدي. وايضا اعتراض إلهام شاهين على ادهم النابلسي، هو انت حد يعرفك؟ طيب عادل امام وجه ليها رسالة زي ما وجهت لها ايضا رسالة الفنانة الكبيرة المحترمة عبلة كامل. تفاصيل كتيرة جدا هنعلنها مع حضراتكم، وانا متأكدة ان رأي الفنان عادل امام هتستغربوا قوي، خصوصا ان هو نفسه قدم افلام خادشة للحياء كتيرة، ولكن الكلام اللي قاله كان في الصميم فعلا. في البداية خلينا نصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام، ونبدأ على طول بإلهام شاهين اللي اعترضت على كل كلام منة عرفة. منة عرفة وزوجها كانوا في استضافة نزار الفارس، المذيع المعروف بإثارة الجدل، وان هو دايما بيسأل الأسئلة اللي عايزها تطلع ترند. هو ملوش دعوة انه يسألها عن خطيبها السابق، هو ملوش دعوة يقول لها انتي بتتباسي بتتحضني، ملوش دعوة عموما يعني، ولكن هي ردت عليه وقالت له دي شروطي ودي خطوطي الحمراء اللي لا يمكن اتخطاها وتحديها، وانا زوجي عايز مني كده. وكمان قال لها طب انت ازاي تتجوزي واحد متجوز قبل كده وعنده 3 اطفال، وهي ردت عليه وقالت له انا شايفة في حاجات ما شفتهاش في واحد تاني. انا بحاول اختصر مع حضراتكم كلام منة عرفة، لكن في كلام وجهته ايضا لبعض الفنانات، قالت كل واحدة حرة في اللي تلبسه واللي تعمله. إلهام شاهين استنهزت الفرصة في استضافتها مع لميس الحديدي واتكلمت وقالت هي مين منة عرفة علشان تقول ولا بتباس ولا بتحضن، دي لازم تعمل كده، كلنا عملنا كده، واللي مش عايز يتباس او يتحضن ملوش دعوة بالفن ويخرج منه افضل واحسن لينا، لان الفن دي رسالة سامية، رسالة زي رسالة الانبياء. وبعتذر قوي عن هذه الجملة، ولكن هي نفسها قالت كده، قالت احنا بندخل البيوت وبندخل التفاصيل بنقولها وبنعلمها لناس كتير، ولازم نكون وجهة مشرفة امام الجميع، امام الغرب. هو انتم ما بتشوفوش الغرب بيعملوا ايه؟ هي مين منا عرفة؟ وايضا اتكلمت وقالت على ادهم نابلسي، وقالت لما يكون واحد محد مش عارفه يقول بعتزل، هو انت مين؟ هو انت الطول تفضل في الفن؟ حضراتكم طبعا، وفي بعض الناس بتشكك في الكلام، انا جايبه سكرينات طبعا موريها لكم في الفيديو، ولكن اللي عايز يسمع الفيديو صوت موجود طبعا على صفحه لميس الحديدي، لكن بيبقى في حقوق طبع ونشر يا جماعه، عايزاكم تاخدوا بالكم النقطه دي، عشان كده مش بيسمحوا لنا ان احنا ناخد مقاطع من الفيديوهات نوثق بيها الكلام. طيب ايه هي الكلام اللي قالته عبلة كامل؟ عبلة كامل قالت لها كل واحد حر فيما لا يضر، انت مالكيش دعوه بتفاصيل الشباب اللي لسه طالعين، هم حاطين قواعد لنفسهم وخطوط حمراء، وانا جدا بحترمها وحبيت قوي كلام منة عرفه. لكن عادل امام وجه كلام مختلف، قال لها مش لازم كل الفنانات تكون زي الجيل الماضي ايام الهلفوت وايام الافلام اللي كان الاول بيكون سهل نعملها، دلوقتي ليه؟ كفاية فضايح، كفاية سينما غير نظيفة. مش متخيلة ان الكلام طلع من عادل امام، على لانه هو نفسه قدم السينما دي كتير قوي، ويعني محدش هينسى دوره في الهلفوت مع إلهام شاهين اللي هي بتقول ده وسام على صدري، ولكن بصراحة اهانها بكلامها لدرجة انها ما كانتش متوقعة ان الضربة تيجي من عادل امام اللي كانت دايما تقول ده صديقي وحبيبي المفضل. عايزة رأي حضراتكم في التعليقات، وانا بشكركم جدا جدا، ما تنسوناش بلايك. السلام عليكم.